السلام عليكم. موقع متخصص للانتيريور ديزاين، الذكاء الصناعي للانتيريور ديزاين. طيب، كل اللي علينا ان احنا هنرفع صورة، والصورة دي مش انا اللي عاملها، انا جايبها من جوجل، وهقول له اوبن. هبدأ يرفع الصورة اهيت، وهقول له اندر نيو ايديا. تمام، بيقول لي دي غرفة ايه، فهقول له دي غرفة مثلا نوم. تمام، ونشوف هيعمل ايه. فحول الصورة دي للصورة ديت. طيب، ممكن تكون الصورة دي مش عاجباك، تقول له اعمل لي رندر لصورة تانية، فيوجد لك افكار اخرى عشان محدش يعرف ان احنا سريعين. بس هي لكن هو بيلعب فيها بشكل مميز. طيب، ممكن اقول له انا عايز ستايل كده. يجيبها لي بشكل المودرن. فموقع متميز للانتيريور ديزاين.